السلام عليكم أعزائي الطلبة. هذا الفيديو راح أوضح طبيعة الأسئلة، والامتحان راح يكون حضوري، والأسئلة إن شاء الله تكون ملائمة لما طرقنا له بالمحاضرات. إحنا عندنا ثلاث مواضيع. الموضوع الأول اللي هو السوبريمم والإنفيمم. الموضوع الثاني اللي هو ريمان إنتجريشن اللي هو تكامل ريمان. الموضوع الثالث اللي طرقنا له اللي هو functions of bounded variation، يعني الدوال مقيدة التغير. هاي ثلاث مواضيع، كل موضوع عليه 20 درجة. أساجي إحنا عندنا بالبداية ست محاضرات بخصوص السوبريمم والإنفيمم. هاي مثلاً هذه المحاضرة الأولى على السوبريمم والإنفيمم. الطالب يعني يفترض يعرف شلون يطلع السوبريمم والإنفيمم إلى مجموعة. يعني أنا أعطيه سؤال، يعني شلون التمارين اللي مرت علينا هنا بالمحاضرات. مثلاً هذا المثال، يعني مو شرط هو المثال نفسه يجي بالامتحان، يعني مشابه إليه. شلون أطلع السوبريمم والإنفيمم؟ بالنسبة للمبرهنات هو فهم المبرهنة، لأنه أحتاج تطبيقها. أحتاج تطبيق المبرهنة. هاي المحاضرة الأولى يعني تعاريف عامة. أنا ما أجيب، يعني ما أريد تحفظ التعريف ولا تحفظ المبرهنة ولا تحفظ برهان المبرهنة. افهم، افهم التعريف، افهم المبرهنة، شلون أطبق المبرهنة. هذا بخصوص هاي المحاضرة الأولى بالسوبريمم والإنفيمم. الأتركها. أجي المحاضرة الثانية بالسوبريمم والإنفيمم تكملة. هنا شنو عندي؟ مبرهنة اللي هي الابروكسيميشن بروبرتي فور سوبريمم. يعني أنا ما أطلب منك تذكر لي المبرهنة والبرهان، ولا أعطيك المبرهنة تبرهنها إلي، فقط فهم المبرهنة وشون أطبقها. هاي مثلا المبرهنة كيفية تطبيقها. هاي المبرهنة هنا الثانية اللي هي على الانتجرز، كيفية تطبيقها وليس البرهان. هنا أجي المحاضرة الثالثة بخصوص السوبريمم والإنفيمم هم تكملة. يعني هنا عندنا إنه بعدين يجي هنا تعريف الإنفيمم، وبالنهاية أكو تمارين. بالضبط، أعطيك تمارين، أعطيك أمثلة العفو، يعني مثل يجيك سؤال طلع السوبريمم والإنفيمم إلى مجاميع معينة، كيفية تطبيق المبرهنة. هذه أيضا محاضرة بخصوص السوبريمم والإنفيمم. يعني هسه مثلا الريفلكشن بروبرتي، الريفلكشن برنسبل، يعني ما مطلوب منك البرهان تبرهن هذه انه الإنفيمم سالب اي يساوي انه سالب سوبريمم دي، لكن تعرف كيفية تطبيقها، كيفية استخدام هذا البرهان. هنا مثلا صفحتين ما مطالبين به. هاي الريماركس هنا إذا كانت المجموعة غير مقيدة كيفية يكون السوبريمم والإنفيمم إلها. هاي الاكسرسايزز هنا تمارين، يعني تمارين اللي ما محلولة بس فكر بيها، مو شرط يعني تيجي تمارين صعبة مثل ما موجود هنا. هنا أيضا هم محاضرة بخصوص السوبريمم والإنفيمم. هاي الدوال ورسمها، هاي فقط أطبقها بتكامل ريمان. يعني مثل هيك الدوال تجي بتكامل ريمان، يعني شلون تحسب الأبر ريمان صم واللور ريمان صم. هنا أعطيناها هنا حتى الطالب يفهم شلون يطلع السوبريمم. هاي الابروكسيميشن بروبرتي فور انفيما، كيفية تطبيقها وليس البرهان مالتها. هنا اكو مجموعة تمارين. فقط التمارين اللي هي محلولة، اما غير محلولة يعني ما اجيب تمرين صعب او تمرين يحتاج وقت مطول. يعني تمرين إذا جيب لي فالسؤال تطبيق معين، تطبيق على مبرهنة. بس أنا ما أقول هاي التمارين كنا ما مطالبين بها، يعني افهم شنو المقصود بالتمارين هنا. هاي التمارين اللي موجودة. افهم المثال هذا كيفية تطبيقه. هذا بخصوص السوبريمم، يعني الجزء الأول من الأسئلة راح يكون على السوبريمم والإنفيمم. تطبيق على مبرهنة، أعطيك مثلا سؤال يقول لك طلع السوبريمم والإنفيمم، يعني مو أكثر من هذا الشيء. عليه 20 درجة راح يكون. الجزء الثاني من الأسئلة راح يتطرق إلى ريمان انتجريشن. ريمان انتجريشن بالضبط أعطيك دالة، تكون تعرف شلون ترسمها. تعرف ترسم الدالة حتى تعرف شلون تطلع السوبريمم والإنفيمم وكيفية تطبيق البارتيشن عليها. هسه المحاضرة هنا
هنا بصورة عامة يعني على البارتيشن يتكلم، يعني تعرف أنت الأبر ريمان صام ينحسب بهاي المعادلة واللور ريمان صام ينحسب بهاي المعادلة. أجي المحاضرة اللي بعد لابد بها أن يكون بها تطبيق. هنا الأبر ريمان صام اللور ريمان صام ريماركس، يعني هذا مثال بصورة عامة كيف يحسب السوبر ريمان والإنفيمان، وبعدين يجي يحسب الأبر ريمان صام واللور ريمان صام. مثلا هاي التمارين، مثلا هاي التمارين يعني شلون تحسب ترسم الداله، يعني انت مطالب يعني اكو دوال اساسيه مو دوال الصعبه، يعني شلون ترسم مثلا الواي يساوي اكس، مثلا هاي واي يساوي اكس، واي يساوي لنا نصف، يعني هاي الداله بجزئين، هاي الداله ثابته. مثلا الساين والكوساين، يعني طالب لازم يعرف شلون يرسم الساين، يعرف يرسم شلون الكوساين، او الواي يساوي اكس تربيع، او الواي يساوي لنا مثلا الداله الاسيه الاكسبوننشال فانكشن، هاي دوال اساسيه طالب المفروض يعرف يرسمها. أنا ما عندي بالي يعني فد معادلة معينة لدالة حتى أقول لك هاي هذا الشكل الدوال اللي يحتاجه، الدوال اللي مرت عليك بالمئة واحد شلون ترسمها؟ يعني دوال سهلة ما أجيب دوال صعبة، مثلا دالة القيمة المطلقة، الواي يساوي القيمة المطلقة للإكس، أو الواي يعني مع الشيفتنج، يعني إذا بها مثلا واي يساوي القيمة المطلقة للإكس ناقص واحد، أو الواي يساوي القيمة المطلقة للإكس زائد اثنين، هاي يعني يسمونها الدوال الأساسية. هنا بهاي المحاضرة هنا هاي الدالة اللي بها نصف النصف مضروب بالاكس ناقصا هنا نصير اكس تربيع، هاي دالة تربيعية، يعني هذا قطع مكافئ. كيف يترسمه؟ هاي واي يساوي جذر اكس، شلون ترسمها؟ يعني الدوال الأساسية، الدوال اللي مرت عليك بالمئة واحد. بالضبط هنا التكامل ريمان ما أعتقد بيه صعوبة، هو كيفية تطبيق القانون وحساب يعني تطبيق البارتيشن، أعطيك بارتيشن معين. أعطيك دالة تحسب للأبر ريمان صام ولا لور ريمان صام. هذا الجزء الثاني اللي هو من الأسئلة أو من الموضوع راح يكون فقط على تكامل ريمان على 20 درجة. وإحنا هذا الموضوع تطرقنا له يعني وما أعتقد بيه صعوبة. لربما بالكويزات الطلاب ما جاوبت لأنه اختيارات. لا هنا راح الطالب يكتب بإيده وراح يحل. يعني راح أحاسب على الحل ما حاسب على النتيجة النهائية. صح النتيجة النهائية مهمة لكن خطوات الحل هم مهمة تحسب عليها درجة. هذا بالنسبة إلى تكامل ريمان. هنا نعم تمارين إضافية بهاي المحاضرة على تكامل ريمان. هذا الموضوع يعني ما أعتقد به صعوبة، يعني أتمنى الطالب يعني يحصل على 20 درجة كاملة بي. يعني يركز كيفية رسم الدالة، شلون يستخرج السوبر ريمان على البارتيشن، كيفية حساب الأبر ريمان صام ولا لور ريمان صام. ما عدنا بيه يعني في الموضوع مو صعب. الجزء الثالث اللي هو functions of bounded variation، هذا الجزء أيضا راح يكون عليه 20 درجة حتى تصير 60. هنا يعني تعرف شنو مفهوم ال variation للدالة. هنا لربما أكو بعض المبرهنات اللي هي مثلا الدالة بالسي واحد اللي هي مع المقصود بها الكونتينيوسلي ديفرنشبل. اذا كان كونتينيوسلي ديفرنشبل ايش راح تكون الداله؟ راح تكون فانكشن اوف باوندد فاريشن. هنا اكو بعض الامثله، يعني هنا فهم المبرهنه وليس البرهان، فهم المبرهنه يعني اذا كانت بالسي واحد راح تكون فانكشن اوف باوندد فاريشن. او اكو امثله يعني اكو فانكشنز اوف باوندد فاريشن بس ما هي سي واحد، يعني مطي امثله. هنا واحد لازم يركز بالمثال، يعني هذا الجزء الثاني إذا كانت الدالة بالـ C1 فهي تكون function of bounded variation. هنا أكو هاي مثل هاي الدوال، ونجي هنا المونيتون. شنو معنى المونيتون؟ شرحنا هذا الموضوع إحنا، يعني إذا كانت مونيتون فهي راح تكون bounded variation. وايضا اكو يعني دوال اللي هي باوندد فاريشن بس ما هي مونوتون، مثل الاكس تربيع، هي يعني على الفتره سالب واحد واحد. يعني هنا ركز بالمثال، شنو المقصود بهذا المثال؟ يعني شنو المقصود بالريمارك هنا؟ اف مونوتون فهي باوندد فاريشن، هاي المبرهنه الاخيره اللي هي اذا كانت مونوتون فهي راح تكون باوندد فاريشن. هاي البرهان مالها بسيط يعني ما اعتقد به صعوبه. إذا كانت مونوتون فهي تكون باوندد فاريشن، حتى البرهان مالها سهل يعني ما اعتقد بصعوبه. هنا تكون الفانكشن اذا كانت باوندد فاريشن يعني مو شرط تكون مونوتون.
المحاضرة الأخيرة بالفانكشن وباوند فرييشن اللي تتكلم على أنه أنا ملخص يعني الرسومات هنا تطرقنا لها، عرفنا إذا كانت الدالة بيها تذبذب فهي تكون أوف يعني ما تكون باوند فرييشن مثل هاي الدالة. هنا الفانكشن إذا كانت أو باوند فرييشن فهي تكون باوندد، وهذا البرهان مالها سهل يعني ما بي صعوبة، حتى التطبيق مالته مو ما بي أي صعوبة. هنا أنا أكو يعني دوال of bounded variation بس ما هي دوال bounded بس ما هي of bounded variation، وهذا أنا شرحته بالمحاضرة. يعني هاي كل ما خصوص المادة يعني supremum وinfimum تجيك تمارين طلع supremum وinfimum تطبيق على مبرهنة معينة. الجزء الثاني راح يتكلم بي على تكون على تكامل ريمان، أنطيك دالة معينة تحسب الأبر ريمان صم واللور ريمان صم، يعني يفترض تعرف شلون ترسم الدالة. والجزء الثالث اللي هو يتضمن الفانكشن اوف باوندد فاريشن، هنا يعني اكو امثله واكو مبرهنات يعني واحد يركز بها يفهمها، الفهم مالها كلش مهم بالاجابه على الاسئله. اتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله تكون الاسئله يعني مو صعبه وسهله، لانه طالما هو الامتحان حضوري طالب راح يعني يحاسب على خطوات الحل وليس على النتيجه النهائيه، مثل ما كان بالامتحانات بالكويزات انه بالالكتروني فقط نحاسب على النتيجه النهائيه. ربما طالب الحل مالته صح يخطأ بإشارة يروح من عنده السؤال كله يروح من عنده، اللي هذا ما شفناه بالتكامل ريمان. يعني تلقى خطوات الحل الطالب اللي ربما حاله كلها صحيح يخطأ بإشارة معينة تروح من عنده الدرجة الثانية، إن شاء الله بالحضوري ما تروح الدرجة، يعني نحاسب على خطوات الحل. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.